شوفوا ما شاء الله، شوفوا معايا راه باقي سخونين سخونين. شوفوا معايا بسم الله. اسمعك عجبني ديالك راجلي كيقول لي في اليد ديالي. يا سلام. السلام عليكم ومرحبا بكم في شيوه جديده من شيوات ام انس. اليوم جيت وغادي نبان معكم اليوم فيديو اخر من نوع اخر. غادي نجي غادي نقدم لكم ان شاء الله اليوم السينامون اللي صراحه القليل القليل بزاف اللي كينجح معهم. واحد السينامون خطير جدا. فالطرف الاولاني صافي طار به راجلي. وهنايا كيف ما كتشوفوا كاين واحد بالخلطه واحد بدون خلطه، فكيجي صراحه بنين بزاف ولا اروع. حسم هذاك ديال الزنقه فيه سينامون واحد راه كيعمل 4.99 عندنا هنايا، يعني سينامون اكس ال. يعني هادو هما اللي عملت انا هنايا اكس ال. وكيجي فلوفي كيجي، شوفوا معايا كيفاش كيجي مقطن ولا اروع. شوفوا كيف القطن. اذا تبعتوا طبعا الفيديو النصائح من الاول حتى النهايه فكونوا على يقين انه السينامون غادي يكون ناجح معكم، غادي ينجح معكم وغيخرج لكم بحال هذا. طبعا ليه اسرار العجين، ليه اسرار الخلطه اللي عملت من داخل، وكذلك الخلطه الرهيبه ديال السينامون. كنتمنى ما تنسونيش بلايك، وكذلك غادي نخلي لكم ان شاء الله الرابط ديال القناه ديالي الثانيه ديال لي فلوك، ما عليكم الا تشتركوا فيها وتدعموني فيها. وبقى لي خوتي لا نقول لكم ما خليكم ان شاء الله مع الفيديو والمقادير وفرجه ممتعه. فبالنسبه للمقادير غتكون ان شاء الله مقادير بسيطه. هنا عندي السكر، غادي نستعمل ان شاء الله 3 ديال الملاعق مملوءه، 400 غرام من الدقيق يعني 400 غرام ديال الدقيق. عندي هنايا غرد طبيعي علبه يعني دانون مسوس، كيسان من الفانيليا بالامكان ديالكم تستعملوا كيس واحد فقط. الخميره غادي نستعملوا نص معلقه صغيره ما يقارب 5 غرامات. الخميره ديال الخبز حبيبات يعني الخميره الجافه، بيضه، رشه ملح، وعندي 3 ملاعق من الزيت اللي بالامكان ديالكم تعوضوها بثلاث ملاعق او ملعقتين من الزبده المذابه، يعني كتذوبوها وكتعبروها بالملعقه. فصافي هنايا غادي ناخذ البول، وانا هنايا غادي نستعمل طبعا عيني ميزاني. نتوما الا ما كنتوش غتعرفوا العبار فمن الاحسن ويستحسن تعبروا بالميزان. تقريبا 400 غرام ديال الدقيق كيخرجوا معنا 12 ديال السينابون، عفوا 12 ديال السينامون اللي كيكونوا كبارين يعني ما شاء الله كبار على حقهم وطريقهم. صافي من بعد ما عملت الدقيق غادي ندوز نعمل واحد رشيشه ديال الملاح. انتبهت بانه كانت عندي الملاح خاويه عمرتها. صافي رشه فقط لموازنه المذاقات. وغادي نضيفوا النواشف اولا. كيف ما شفتوا رشيشه ديال الملاح، 3 ملاعق مملوءه من السكر الخشن يعني السكر ابيض. الا كان عندكم طبعا كذلك السكر البني او السكر الاسمر فبالامكان ديالكم تستعملوه. هنا استعملت 3 ملاعق مملوءه جيدا. صافي غادي نخلط النواشف مع بعض. قبل ما ندوز نخلط غادي نضيف هنايا الخميره الكيماويه فقط كيف ما كتشوفوا، غير نص معلقه يعني نص معلقه غير مملوء. بغيتو تستغناو عليها فبالامكان ديالكم كذلك تستغناو عليها تماما. هنا اضفت كيسان من الفانيليا، تقدروا انتم تضيفوا واحد فقط، او لا كانت عندكم فانيليا سائله كتضيفوا معلقه صغيره مملوءه. صافي غادي نخلط الكل مع بعض بواسطه ملعقه. قبل ما نخلط كل شيء نسيت هنايا الخميره ديال الخبز فضروري جدا. هنا استعملت ملعقه مملوءه جيدا من الخميره الجافه حبيبات. طبعا هذه هي كتتفاعل بسرعه وكتخمر بسرعه احسن من المعجونه، اولا احسن من الخميره الطازجه. قولوا لي نتوما في التعليقات شنو كيجيكم احسن. فصافي بالنسبه للجو فراه بارد جدا هنا في المانيا. غادي ندفي هنايا سبق لي يعني دفيت الفرن على 50 درجه فقط، كندفيوه ما كتسخنوش لانه اذا سخنتوه فغادي تضيعوا معكم العجينه. صافي هنايا كيف ما شفتم بعد ما خلطت النواشف كلها ضفت ديك العلبه ديال الياغورت الطبيعي اللي عملتها بالزلافه وسخنتها غير دفيتها في الميكروويف لانه كان بارد. هنا العناصر ضروري يعني البيض كذلك الياغورت خصهم يكونوا بدرجه حراره الغرفه. هنا ضفت ديك 3 ملاعق من الزيت النباتيه اللي بالامكان ديالكم تعوضوها بملعقتين مملوءتين من الزبده اللي كتكون طبعا بدرجه حراره الغرفه.
هنا غنضيفو بيضه اللي كتكون طبعا كذلك بدرجه حراره الغرفه. هنا غادي تجي البنيه ديالك كما كتشوفوها، كتقول لهم ماما شني كتعجن، كيحمقت هي تعمل يده. صافي غادي نخلط الكل مع بعض. ثم نسيت ما ذكرت لكمش، هنا ما غنعجنوش بالحليب بحكم اننا عجننا العجين ديالنا بالياغورت الطبيعي، فغادي نعجنوا بالماء الدافئ. الا ما كانش عندكم الياغورت الطبيعي بالامكان ديالكم تستعنوا تعوضوه باللبن، يعني اللبن اللي كيكون حامض. الا ما كانوش هاد الجوج فكتعجنوا بالحليب الدافئ. ولكن صراحه هاد السينامون انا سبق لي عملت جربت بزاف ديال السينابون، بزاف ديال السينامون، وما خليت ما جربت هاد الوصفة ها هي بالمقادير المضبوطة إلا تبعتوها يعني خطوة بخطوة وبحاجة بحاجة، فغادي يخرج معاكم كيهبل بحال اللي كيقولوا الجزائريين. فصافي هنا كيف ما كتشوفوا غادي نبقى نخلط. هذا هو القوام ديال العجين، كيكون متماسك وكيلصق في اليدين، ما تعملوش خفيف بزاف وما تعملوش يعني قاسح. إلا عملتوه قاسح فالسينامون ديالكم غيجي لكم بحال الخبز. صافي كيف ما قلت لكم غادي نعملو ان شاء الله في فرن دافئ. ردوا البال ما تسخنوش بزاف، يعني ما خصوش يكون كيشوط. صافي هنا غادي ندردر عليها شويه ديال الدقيق وغادي نغطيها كيف ما كتشوفوا معايا بلاستيك غذائي اولا بميكا كتكون نقيه. وصافي غادي نخليها ان شاء الله تضاعف الحجم ديالها، وهذا هو السر، ضروري ما يضاعف الحجم ديالها. وبقاو معايا ان شاء الله. المهم دابا غادي نحضر معكم ان شاء الله الخلطه ديال السينامون كيك ولا سينابون. سينامون اليوم غنعمل معكم السينامون. فالاساس هاد الوصفه ضروري القرفه والسكر البني، فغادي نعمرها دابا على نسخوالي السكر البني كيف ما كتشوفوا معايا. اللي ما عندهاش السكر البني فبالامكان ديالكم تستعملوا كذلك السكر الابيض. وصراحه الوصفه ديال السينامون ما كتكونش فيها الكاكاو، ولكن الا زدتوا عليها الكاكاو فكتعطي واحد المذاق خطير جدا، واحد اللون رائع. بالنسبه لي انا غنستعمل هذا، ها هو اللي كيكون فيه 60% كما كتشوفوا معايا 60% ديال الكاكاو، كيكون شويه مر. اللي بغات تستعمل الحلو الحلو، ولكن انا كنستحسن تستعملوا المر الا كان عندكم. بالنسبه لهذا هو كيتباع في الدي، كاين 60% اللي كيكون مر وكاين 40% اللي كيكون شويه حلو. صافي المهم عندي ثلاثه ديال الحوايج اساسيين، ثلاثه ديال الخلطات عندي هنايا القرفه والكاكاو والسكر البني. غنغوزو على بعض بسم الله. فاول حاجه غادي نعمل القرفه. المهم تقريبا معلقه كبيره، ثم معلقه كبيره. غادي نضيف السكر، السكر البني. على ما اظن كافي جدا. صافي كما كتشوفوا معايا من بعد ما خمرت معايا العجينه جيدا بهذا الشكل، ها هو ضروري حتى كتخمر نستعمل الدقيق. هنا كيف ما لاحظتوا ما شاء الله العجين ضعف الحجم ديالها الى 3 أضعاف. هذا هو السر الاول، هذا هو نمبر 1، يعني رقم 1. السر رقم 1 هو انه تخليوا العجين ديالكم يختمر جيدا خاصه في هذا الفصل. ها هو ثم غادي نستعن بشويش ديال الدقيق، مهم واحد الكميه اللي كتكون وفيره ديال الدقيق بحكم انه كتلتصق نوعا ما، ما خصهاش تكون كتلصق بزاف كيف ما سبق لي قلت لكم. هنايا غادي نكون اولا غادي نشكل واحد المربع او مستطيل اللي كيكون السمك ديال العجين ما يكونش رقيق بزاف بزاف وما يكونش غليت، تقريبا السمك فيه سنتيم ونصف بهذا الشكل. ها هو وهنا غادي نجيب واحد الزبده اللي كتكون طبعا درجه حراره المطبخ كتكون بحال الكريمه، وغادي ندهن بها سطح اولا وجه العجين. تقريبا انا استعملت هنايا 50 غرام ديال الزبده، ما يقارب 3 ملاعق مملوءه. كيف ما قلت لكم يعني ما تذوبوهاش، ما خصهاش تكون دايبه، خصكم تجبدوها قبل من الثلاجه. وصافي هكذا كتساعدكم بانكم تدهنوا العجين ديالكم بسهوله.
فحاولوا ما امكن هنا ما تستعملوش الزبده دايبه، كتستعملوا الزبده كتكون هايده بحال الكريمه. صافي، غادي ناخذ الخلطه ديال السينامون اللي طبعا عملتها معاكم بالقرفه والسكر البني وكذلك الكاكاو. غادي نحاول ما امكن نعمل باليد ديالي احسن، احسن المعروفه او احسن معلقه. صافي، قبل ما نبداو نرويوها غادي نجيب المدلك ديالي او المطلق، ولكن ما غادي نسرحوش العجينه، فقط غادي ندخل فيها الخلطه ديال القرفه والسكر بهذا الشكل. ها هو غير بشويه، ما كنضغطوش، فقط واحد الضغطه خفيفه هكذا باش كندخلو ملي كنجيو نرويوها ما كتخرجش معانا طبعا، باش كتدخل في وسط الزبده. ما كتشوفوا معايا بهذا الشكل؟ ها هو ما كتشوفوا معايا، غادي نبقى كنلوي بهذه الطريقه. غادي نجيب واحد فرشاة غادي نزول بها، نزول الفائض ديال الدقيق. هنا كيف ما كتشوفوا راه واضح في الفيديو في الصوره، يعني واضح كل الوضوح. هنا كناخذ واحد البنزل يعني واحد الشيته وكنحيد الفائض ديال الدقيق وكنقلوي حتى كنحصل على واحد رولو او لواحد سينابون او لا سينامون عفوا رول. القناه ديالو كنجمعوا هكذا جيدا، ثم غنخليكم مع الصور. غادي نشبر الخيط ديال السنان اللي كيكون طبعا ما فيه حتى شي مذاق، كاين اللي كيكون فيه المذاق ديال النعناع. صافي، هيدا اولا وقبل كل شيء غادي نشبر، غادي نعبر الرولو ديالي، كل وحده خص يكون فيها 4 ديال السنتيم. هاد القنت هو اللي نحيدو، مباشرة كنحطوهم في الصينية كما كتشوفوا. صافي، غادي نغطيهم ان شاء الله وغادي نخليهم يختمروا حتى يتضاعف الحجم ديالهم، ونشعل الفرن على 200 درجه من الفوق ومن تحت. بقوا معايا ان شاء الله باش تشوفوا الخلطه ديال السينامون النهائيه. صافي، كيف ما كتشوفوا معايا ما شاء الله كيفاش كيجي غزلا غزلا غزلا. يا سلام، شوفوا معايا شوفوا معايا ما شاء الله. هادو هما الوسطانيين كبارين، وهادو اللي الصينيه صغيره، هادو اللي جاوا في الحاشيه. صافي، غادي نخليهم ان شاء الله يتضاعف الحجم ديالهم. غنشعل دابا الفران وغندوز ان شاء الله نوجد معكم الخلطه ديال السينامون اللي كندهنوها من فوق. بقى معايا ان شاء الله، ما تمشيش بعيد. صافي، كيف ما كتشوفوا معايا السينامون ديالي كيخمر معايا. هنايا غادي نجيب عندي الجبن، عندي هنايا الفانيليا، شويه ديال الحليب والزبده. هذه هي الخلطه ديال السينامون اللي غادي نعملو. الجبن اي جبن عندكم كريمي. غادي ناخذ هنا
معلقة الأولى، معلقة ثانية، هنايا ناخد معلقة ديال الزبدة، فانيليا، وطبعا ما نساوش السكر. السكر هو اللي ضروري في الوصفة، هذه تقريبا كاس، غادي نحبو كامل لانه عندي هنايا كاس. باش غادي نخلط اولا، ضروري ما نعملوش جوج ديال الحليب ربعي اليدوي، غير قطيره ما تعملوش بزاف. صافي، هذا هو الشكل ديالو. فصافي كيف ما كتشوفوا معايا السينامونز ديالي ما شاء الله كيفاش ولاو ضعف الحجم ديالهم. الفرن ساخن على كيف ما قلت لكم 200 درجه. هذه الصينيه الاولى نفع ندخلوا معنا بجوج مع بعضهم، شوفوا ما شاء الله كيفاش كيجيو. هذه هي الصينيه الثانيه، بقاو معايا ان شاء الله. وضروري جدا غير كيخرجوا من الفران كنعملوا لهم هذه الخلطه. ها هي انتم ضروري تستعملوا، ماشي ضروري نفس الجبن. هنايا بالنسبه بالامكان ديالكم تعملوا فريشي كيزر، والناس المغرب بالامكان ديالكم تستعملوا جبلي اي جبن كريمي او الجبن ديال لاباش كيري او لاكيري. بقاو معايا ان شاء الله ما تمشيوش بعيد. شوفوا معايا ما احلاهم، يا سلام عرفتوا على ريحه طالعه منهم عاتيه في الدروج في الدار كامله. شوفوا ما شاء الله، هذه السنيه الاولى وهذه هي السنيه الصغيره. ريحه ديال القرفه عاتيه في الدار، الدار كامله عاتيه بواحد الريحه. شحال نقول لكم الريحه ديال الدفء، انا كنقول الريحه ديال الدفء. هذا السينامون اروع سينامون اللي غتاكلوا في حياتكم، فغي جربوه وردوا عليا. فصافي كيف ما كتشوفوا معايا، هادو هما لي سينامون، هادو هما يا لوالا سينامون اكس ال، وهادو اللي صغارين باقي سخونين والريحه عاتيه في الدار. يا سلام ريحه ديال القرفه، هادو الصغارين فراه طايبين من تحت غير كيبان البيضة. صافي مباشره ديك الخلطه المعروفه ديال السينامون، وهما باقي سخونين ضروري جدا كنعملوها وهي باقي سخونه. السر في هذه الخلطه كتكون واجده قبل ما تدخلوها، كتدخلوا السينامون ديالكم من الفران، كتحاولوا ما امكن كتوجدوا الخلطه باش غير كتخرجوا من الفران كتثقبوهم بها. صافي كيف ما كتشوفوا معايا، هادو هما السينامون، شوفوا معايا اكس ال، يا سلام راه باقي سخونين. طبعا غادي نفتحهم معكم ان شاء الله كيف ما عودتكم في النهايه ديال الفيديو، غير بقاو معايا غير بردوا واحد شويه غير غيدفاو وغادي نفتح معكم وحده. فعرفتوا كيفاش كيجيو فلوفيك، كيفاش كيقولوا لها يعني فلافيك باللونجلي، يعني كيجيو بحالهم بحال القطن. هادو هما الثانيين، هادو غادي نخليهم طبعا هيدا، غادي نفتح معكم ان شاء الله. هادو ها هما يعني الصلصه سخنات ولات سخونه، شوفوا ما شاء الله، شوفوا معايا راه باقي سخونين سخونين. شوفوا معايا بسم الله اسمعي ديالك راجلي كيقول لي فنيه ديالي. يا سلام يلا خليتكم في الراحه ان شاء الله. المهم اذا جربتوها، اذا جربتوها ان شاء الله ردوا عليا في التعليقات ديالكم، قولوا لي كيفاش جات. شوفوا معايا ما شاء الله، شوفوا معايا كيفاش كتجي، يعني سينامون رائع ولا اروع، ما غتلقاوش احسن من هذا السينامون. ها هو يلا مع السلامه.